بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري منها والحسون. كل يوم خميس ويوم أحد على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا هنالك حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، كما يمكنكم متابعتي عبر مدونة سوق عمر، الأيقونة ستظهر أعلى الشاشة يمكنكم زيارتي من خلالها، وأيضا متابعتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك إنستغرام، فقط اكتبوا سوق عمر وستخرج لكم الصفحة. أيضا أصدقائي لا تنسوا تفعيل الجرس، فسياسة اليوتيوب تحتم عليكم تفعيل الجرس بعد الاشتراك في القناة كي يصلكم جديد إشعارات هذه القناة من نصائح ودروس تخص عالم الطيور وعالم الكناري والحسون. أصدقائي عنوان حلقتنا اليوم هو: هل الطيور ناقلة لفيروس كورونا؟ نعم أم لا؟ بعض المربين وبعض الخبراء راودوا يعني تساءلوا كثيرا ومرارا وتكرارا، هل الحيوانات الأليفة التي نربيها تستطيع أن تنقل لنا هذه الأمراض؟ نحن لا ننكر أن هنالك بعض الأمراض ناقلة من الحيوان إلى البشر تسمى بمرضي زونوس، ولكن هل فيروس كورونا هذا الفيروس اللعين والغني عن التعريف، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء عاجلا غير آجل، هل فيروس كورونا يصنف من هذه الأمراض التي تستطيع الحيوانات أن تنقلها إلى البشر؟ أصدقائي في شهر ديسمبر من عام 2019 ميلادي تم إبلاغ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الصين بأعراض التهابات رئوية حادة تسبب مرض مجهول الهوية، وقد تم اكتشافه في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوبي، ومن خلالها تم الإعلان عن فيروس اسمه كورونا. المتهم رقم واحد في تسبب هذه الحالات الخطيرة، وقد وصل به الأمر في قتل الكثير من الصينيين. كورونا هذا الفيروس الخطير جدا والذي أصبح حديث الساعة بعدما حصد العديد من الأرواح من غير رحمة ولا شفقة. اسم الشهرة كورونا أو بما يسمى كوفيد 19، بعدما زرع الرعب في أنفس بلد المليار خرج منها وذهب إلى أرجاء العالم ومن بينها أوروبا، وقد تغلغل فيها حتى أنها وصفت ببؤرة هذا الفيروس لهذا المرض الخبيث، ومن وقتها صنف بوباء عالمي بعدما زهق الكثير من أرواح الناس في شتى أنحاء العالم من مشرقها إلى مغربها، وقد تواترت الأحاديث عن سبب وجود هذا الفيروس القاتل، فمنهم من قال سلاح بيولوجي موجه، ومنهم من قال أنه عدو خفي جاء من عند الخفافيش كما قلت لكم، يعني مرضي زونوس أو انتقال هذا المرض من الخفافيش وانتقل إلى الإنسان ومن ثم أصبح وباء عالمي. حسب خبرة العلماء الطيور خاصة والحيوانات عامة أكدوا لنا أن العديد من الأمراض تستطيع الانتقال من الحيوان إلى الإنسان، مما جعل سؤال المربين والمحترفين الأكثر شهرة، وهو: هل فيروس كورونا يستطيع أن ينتقل إلى الحيوانات من خلال العدوى؟ سؤال محير فعلا، لأن العدوى تنتقل من طائر إلى آخر بواسطة الهواء أو من خلال الطيور المهاجرة، وحتى الطيور التي تحوم حولنا مثل الحمام وطيور البزويج أو السماريس أو طيور الخضير إلى آخره، وأيضا من خلال القطط المتشردة أو الكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات الأليفة والتي تكون صديقة للبشر. بعد بحث مطول أصدقائي تأكد لنا حسب الدراسات والبحوث العلمية من منظمة الصحة العالمية إلى حد هذا التاريخ من نشر هذا الدرس، لا يوجد دليل واحد على أن فيروس كورونا كوفيد 19 يمكن أن ينقله الإنسان إلى الحيوان أو العكس، يعني الحيوان إلى الإنسان، رغم أن هنالك أمراض خبيثة يمكن أن تنقلها الحيوانات مثل الإنفلونزا، ويبقى هذا كلام نستأنس به ونتهاون في الحفاظ على حيواناتنا مثل النظافة اليومية وتعقيم الغرف التي تتواجد فيها مع تعقيمك أنت أخي المستمع، وكذلك يعني وربما تتغير المعطيات في الأيام القادمة حسب الظروف، لأننا نواجه فيروس أو وباء خفي يفتك بالأخضر واليابس، وفي كل مرة يفاجئنا بتصرفات جديدة. يعني أصدقائي إلى حد هذا تاريخ نشر هذا الدرس
لا يوجد دليل واحد أن فيروس كورونا يستطيع أن ينتقل من الحيوان إلى البشر. أتمنى من الله أن تتواصل هذه المعلومة إلى الأبد. في نهاية هذا الدرس أود أن أنوه أصدقائي أننا في مرحلة خطيرة وفي معركة تسمى البقاء مع فيروس كورونا كوفيد-19. كلنا نعلم أن الأعمار بيد الله، كلنا نحن البشر أو الحيوانات أو الكائنات الأخرى، ولكن الاتخاذ بالأسباب من ديننا وعشيرتنا. فخذوا حذركم وكونوا حريصين على سلامتكم وسلامة أهلكم وسلامة مجتمعاتكم وسلامة حيواناتكم العزيزة عليكم. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.